له طريق. نعم. إصلاح المؤسسات لا يعني على الإطلاق إخضاعها للسيطرة. خذي مثلا عندك مؤسسة القضاء، هل هناك قضاة ربما يكونوا فوق مستوى الشبهات؟ نعم، لكن هذا يختلف عن القائل بأن مؤسسة القضاء فاسدة، هذا كلام فارغ بمنتهى الصراحة. إصلاح القضاء يكون ليس له أكثر من أسلوب واحد فقط لا غير، أن تصدر قانونا يحقق استقلال القضاء، لا قانون من أربعة مواد يعني يضع حدا للسن ويتخلص من عدد من القضاة كأن الفساد مرتبط بالسن مثلا، هذا كلام بسيط لا يستحق حتى الرد عليه، وإنما قانون لاستقلال القضاء. ما معنى استقلال القضاء؟ كل كتب السياسة تعرف استقلال القضاء بمفهوم واحد فقط، أن يستقل القضاء عن السلطة التنفيذية. بمعنى ماذا عن مشهد الشرطة اليوم؟ ما أنا هقول لك عنود مكتب الله الشرطة، بمعنى أن لا يكون للسلطة التنفيذية يد أو ليس لها القدرة على التدخل في أحكام القضاء. الشرطة نفس المسألة، الشرطة كشرطة مطلوبة كما اتفقنا، ولكن عندما تكون الثقافة قائمة مثلا على عدم اتباع القانون، عدم الالتزام بالقانون، عدم الالتزام بحقوق الإنسان، أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، أن التعذيب مستهجن، كل هذه الأمور أمور في ثقافة تحتاج إلى تغيير. هذه المسائل لا ترتبط بأفراد، بهذا الفرد أو ذاك، وإنما هي ثقافة تحتاج إلى تغيير. لا بد أن نفرق للمرة الألف بين ثقافة تحتاج إلى تغيير، مؤسسة تحتاج إلى إصلاح، أفراد بينهم ما هو صالح. طب هم يريدون أن يثبتوا شيء اليوم بهذه اللقطات؟ الشرطة طبعا الشرطة بحاجة إلى أن يعني تتعافى، أو معنى أدق أن ولكنها انحازت إلى طرف، يعني بنزولهم للتحرير هم انحازوا إلى طرف، كان من المفترض أن يكونوا حياديين. لا، أنا هنا لابد أن نحدد المسألة، لابد أن نوضح ما معنى أنها انحازت، وهذا السؤال على حال لا يرجع إلي. أنا ما رأيت ضابط شرطة في الإسكندرية يعني إذا صحت الصورة، فلا يمكن التعميم، ضابط شرطة في الإسكندرية رفعه الناس على الأعناق، عندما يقدم الجماهير على رفع ضابط شرطة على الأعناق، أعتقد أنه ليس بيده أن يرفض يعني هذا، وهذا لا يحسب عليه على الإتحال، ماذا يفعل؟ بالتأكيد الشرطة كانت في البداية كانت متهمة بأنها تواجه الناس بالعنف، وظلت لسنوات في المباراة كلها تقمع المظاهرات وما إلى هذا، تحتاج الآن إلى تصحيح صورة. ربما لجأ الضابط إلى هذا الفعل لتصحيح صورة، وربما يكون هذا رأيه، هذه قصة أخرى، لكن على أي حال المشهد لا نستطيع أن نعممه، ولكن له دلالة. أنا بشكر حضرتك دكتور أيمن، ستبقى معنا، نخرج إلى فاصل ثم نعود مرة ثانية.